علاش كيصلح هذا قانون الماليه؟ ما عنديش شي فكره بالضبط. واش كتعرف قانون الماليه؟ اييه كنعرف قانون الماليه. شنو هو القانون الماليه؟ ما عارفش هذا القانون الماليه، شنو هو القانون الماليه؟ القانون الماليه يعني كنعرفوا ان كل عام تقريبا كيتغير بزاف القوانين في الماليه، كتكون فيه اغلبيه كتكون فيه الزيادات. هذه اللي لاحظناها اللي كتشكاو منها بزاف ديال المواطنين. هو البيدجي ديال الليطه اللي كتفرقوا فاش تصوتوا عليه البرلمانيين، تيتفرقوا داك البيدجي على الوزاره كامل، على الوزارات. وكل وزاره كيكون عندها البار ديالها اللي هي كتصرف به في العام، اللي تيكون فيه مثلا النسب ديال الوظيفه العمومي في كل وزاره، كتفرق داك الشيء اللي كيديروا به المشاريع اكسيتيرا. هي كنعرف لا لوا دو فينونس نورمالمون كتخرج قبل 3 موا جو بونس من لاني، وكيكونوا فيها دي بروجي ديال الوزاره شنو غادي يديروا في كل سيكتور داكتيفيتي ديال. علاش كتصلح هاد لا لوا دو فينونس قانون المالية؟ علاش كيصلح؟ ليتوريتي انه كي هما ديك البروجيات اللي كتستافد منهم الدوله على العام. يعني كل وزاره كيكون عندها واحد البيدجي، واطراف هذيك الوزاره كتصن داكشي لصالح العام، تيكون داكشي لصالح العام، شي اللي كاين. سي اون استراتيجي ديال البي باش زعما شنو هما لي زاكس دو ديفلوبمون اللي غادي نديرو من هنا من هنا لقدام. هنا كيبين لنا الاستراتيجي ديال زعما ديال رئيس الحكومه، واش استراتيجي ديال ديفلوبمون ديال البي في شي سيكتور ولا بحال التعليم ولا الصحه، على حسب شنو كيلعب. هو اللي كيحدد المصاريف والمداخل ديال الدوله في السنه شنو غيصرفوا، ومنين غادي، والضرائب شنو غادي يديروا في الضرائب، مسائل كاع المسائل الماليه ديال الدوله. علاش كيصلح كونكريتمون؟ علاش كيصلح؟ باش يحددوا سميتو الميزانيات ديال الوزارات، و المهم المسائل هذو.